غير بعيد عن مدينة الخميسات بالمنطقة بين أيت إيكو وأيت أوريل، سقطت كتلة من الثلج البلوري المتجمد تزن حوالي 25 كيلوغرام بإحدى الحقول الزراعية على مرمى ومسمع صاحب الضيعة حوالي الساعة 11 صباحا، حيث سمع صوت القذيفة الثلجية وهي تصفر في الهواء قبل أن ترتطم بسرعة وبانفجار صغير على الأرض. جيت نشوف واحد بلادي لي واش محروطة، وفعلا محروطة نيت وقت في هذه الكتلة هذه، حدا واحد معايا واحد ولد اختي جمع السيارة، وكنت كنشوفها كانت نزف من كل الله في الاجبال وكذا، حتى سمعت هذاك الشيء، جا واحد الصوت جا مغربيه فوق مني كيقول فا 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 فا، هزيت عيني في السماء كنشوف هذاك الشيء بيض، ولكن بسرعه ما خلانيش باش نشوف مزيان، طاح تبعت سبتازي من الشتاء مجمعته وديت غير هذاك الطرف الكبار. للإشارة، فقد وقعت الكتلة الثلجية بالقرب من مساكن قروية، مما دفعنا لمساءلة أحد ساكنيها. وكنشوف ذاك الشيء جا كيبان لي بيض بيض بزاف، كان صاحبنا الطياره اللي طاحت، قلت ليه طاحت الطياره دخلت الارض، قال لي سير هرب عندها، قلت ليه ما نهربش، وهرب هو طال النص وتبعتو، انا هربت قربتها ورجعت كنهرب، خلعت سمعنا الصوت تزعزعت، انا دخلت. غادرنا مكان الحادث صوب مدينة الخميسات، حيث عمد صاحبنا على نقل شظايا الكتلة الثلجية المتجمدة والاحتفاظ بها في ثلاجة دكانه خوفا من أن تدوب. هذه الظاهرة يعني نادرة، حيث أنه ما معروفش في العالم بكثرة، اللي هو معروف سقوط ديال النيازك اللي هما أحجار، ما السقوط ديال الثلج هي ظاهرة اللي هي نادرة، ولحد الآن الباحثين اللي هما اختصوا في هاد المجال هذا ما عطاوش واحد، مازال ما كاينش واحد الاتفاقية عالمية على القطع ديال الثلج. الكسل الجليدية ليست جديدة على البشر، لكن حجمها الذي من فك يزداد قد يشكل خطورة بالغة، جدل عارم بين العلماء حول أسبابها ومنشأها، وتبقى عملية الفحص المخبري وحدها الكفيلة لتفسير هذه الظاهرة النادرة.